تشاهدون في هذا العدد من جلسة ونسا. إذا قلت لكم نسيبتي العزيزة وعاشور العاشر وما تنحيش تليكوموند من يدك، ضيفتي لنا اليوم الفنانة القديرة التونسية كوثر البرد. نتمنى نخدم مع الممثل عثمان عليزات والإخراج لجعفر قاسم. في فقرة لايف ستايل نهار اليوم راح نتعرفوا على الكيك ديزاين. صافي كي تحطوهم حيصرع له والو، ومن بعد لي باك نحطوهم سيباري موجدين. تبادل الادوار بين الرجل والمراه داخل الاسره، هذا الموضوع بزاف شائك وحساس راح نهضروا عليه اليوم في جلسه ونساء. لانه القوامه في الاساس ضروري تكون للزوج. سعدها ناداها للعز والدلال. جلسه ونساء نهار 3 29 تاع العشيه على شروق تيفي.